إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن بعض الحالات اللي ممكن من الضروري يتم استشارة الطبيب عنها إذا تم الإصابة بها. موضوعنا يتكلم عن أمراض البرد والزكام وبعض الالتهابات الموجودة في الجسم. في العادة تختفي أعراض البرد في الأسبوع الأول أو أقل، يعني في أول 3 أيام. قد نوصي بمراجعة الطبيب في الحالات التالية إذا تم الاستمرار هذه الأمراض، منها استمرار الحرارة أو ارتفاعها على مدى الأسبوع بعد أخذ العلاج، أيضا تطور الأعراض وزيادة حدتها، أيضا صعوبة التنفس أو ألم في الأذنين أو التهاب الأذن. من الضروري مراجعة الطبيب إذا تم الإصابة بهذه الأمراض. في بعض الأحيان قليلة يشكو بعض الأطفال المصابين بالزكام أو البرد من ألم في الأذنين، أيضا استمرار الحرارة أو فرازات صديدية من الأذن قد نعني أن هناك التهاب في الأذن. في حالة وجود أحد الأعراض السابقة فأنه يتوجب مراجعة الطبيب الأطفال للقيام بالفحص اللازم في حالة وجود التهاب بالأذن. أيضا العلاج يتمثل في إعطاء مضاد حيوي مناسب بجرعات مناسبة وأيضا لمدة مناسبة، إذا يجب التقيد تماما بتعليمات الوصفة وعدم إيقاف العلاج بمجرد تحسن حالة الطفل، لأن معظم الأطفال يتحسنون خلال يوم أو يومين من بداية العلاج، ولكن يجب اتمام مدة العلاج لئلا ينتكس المريض أو تزيد مضاعفات المرض. من الضروري مراجعة الطبيب وفحص الأذن ومعرفة نوع الصديد وفحص الحبوب الموجودة والالتهابات الموجودة في المنطقة، وإذا كانت مصاحبة لدرجة الحرارة هذا خطير جدا على الأعصاب السمعية والمخية والبصرية والأعصاب الجسمية بشكل عام، لأن تؤدي إلى تلف الأعصاب والخلايا العصبية، وأيضا ممكن تسبب التهاب في الخلايا الموجودة في الدماغ مما يؤدي إلى تخلف عقلي في الطفل، لأن ارتفاع درجة الحرارة يسبب خلل في نظام الخلايا المخية والخلايا العصبية أيضا، ولا تتحمل ارتفاع درجة الحرارة الجسمية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم. تحياتي لكم.